السلام عليكم، معكم رازق من قناة تكديل. فيديو اليوم جدا مهم في طريقة استخراج الداتا من مواقع زي جوجل ليستنج، مواقع دايركتريز او اي ليستنج ويب سايت. اذا كنت مهتم في انك تعمل اناليسيس لمواقع اي كوميرس، او كنت مهتم تعمل اناليسيس لحجم داتا معينة لشركات معينة في اندستري معينة، مثلا كسبلاير في مدينة معينة، فيديو اليوم هو مهم بالنسبة لك. طريقة تحليل الداتا وجمع الداتا من أرقام التليفونات لريفيوز لهذه الشركات، وأيضا لبيانات أخرى من خلال أداة معينة اسمها Nested Data Scraper. طبعا أعزائي المشاهدين، أول خطوة عشان نحن نقدر نجمع بيانات من جوجل بنروح نكتب اسم الأداة اللي اسمها Nested. زي ما تشوف إنها على طول ظهرت معي Nested Data Scraper Extension، ولازم تكون تستخدم جوجل كروم. بعد ما تضيف اكستنشن عندك في الجوجل كروم، حابين نطلع اي داتا من جوجل لاي مدينة كانت موجودة على خرائط جوجل. طيب خلونا نكتب مثلا شركات الجنرال تريدينج، خلونا نكتب شركات الجنرال تريدينج، جنرال تريدينج ان دبي. عاوزين نستهدف شركات الجنرال تريدينج فقط في منطقة دبي او في مدينة دبي. هتشوف انه جاتنا الليستنج تبع جوجل. خلونا نروح نعمل مور عشان نشوف الفيو تبع الليستنج تبعها. اكتر من 10 صفحات نقدر نعمل لها سكرابينج. اذا قلت انك تزور هاي الصفحات لوحده وتعمل كوليكت للداتا، انت هتاخد وقت طويل. خلونا نروح على الانستنت داتا سكرابر. على طول بحدد لك التابلس اللي انت حابب انك تعمل له سكرابينج. ممكن تشوف تعمل تراي انذر تابل. حددنا التابل تبعنا، لا تعمل انفينيتي سكرول، اعمل لوكيت نكست بتون وتحدد على خيار نكست اللي موجود اسفل الشاشه. بعديها نرجع مره ثانيه ونضيف الزمن، خليه 30 ثانيه الماكسيمم بلاي تايم. بعدين نبدا نعمل ستارت سكرولينج. زي ما تشوف انه الشاشه تلقائيا بدا يعمل سكرابينج للداتا وبتجمع على طول في الاكسل شيت تبعك اللي حيتم تكوينه. البيج سكراب حاليا زي ما انت شايف 6 حاليا وحتزيد. طيب شو البيانات اللي موجوده اللي ممكن اطلعها من هاي السكرابينج ومن هذه الاداه؟ اسماء الشركات زي ما انت شايف، الجوجل ريفيوز في السكشن الكولوم الثاني، بيانات او وصف الشركات، نوع الخدمات، اللوكيشنز تبعهم في اي تور في اي منطقة، هتلقى انه البيانات موجودة. ايضا ارقام التلفونات والتايمينج تبعهم. هتحتاج انك تتعب شوية في تنسيق السكشن تبع ارقام التلفونات عشان يكون عندك بروبر داتا. المواقع الالكترونية لهذه الشركات. الشيء الجميل في هذه الاداة انك تقدر تعدل على الاداة ذات نفسها في خلال هاي السكشن. انا عاوز اضيف فقط نيم، تعمل ديليت. عاوز اضيف مثلا هون ديسكريبشن، عاوز اضيف هون مثلا بيانات ارقام التليفونات مثلا في النقطة كونتاكت. انت رايح حابب تنسخ الداتا بتاعتك، تنسخها تماما وبعد ذلك تقدر تعمل لها سكراب كاكسل شيت. خلونا نشوف كم بيج عملنا سكراب. 20 بيج. كم رو كولكتد؟ 392 رو. بمعنى ذلك انه عندنا اكثر من 392 شركه في دبي، بس هذول الناس اللي ضافوا بياناتهم على جوجل. اول ما نعمل داونلود اكسل شيت حيجينا الملف بهذه الطريقه. هتحتاج انك تعمل عليه فقط اورجنايز للملف تبعك وحتكون شايف كل البيانات موجوده. زي ما شايفين اسماء شركات مضافة في هاي سكشن، مؤسسة حسين للتجارة وكل البيانات والجوجل ريفيوز تبعهم واللوكيشنز تبعهم وتايب اوف سيرفيس اللي موجودة وارقام التلفونات اللي موجودة ايضا والتايمينج تبعهم. اذا حابين انك تخلي هاي الداتا موجودة حتكون موجودة. بكده حكون خلصنا فيديو اليوم. لا تنسوا انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناة عشان يصلكم محتوى جديد، وان شاء الله محتوى يليق فيكم. مع السلامة.